السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق، أشكر قناة ونحمل كل الألوان على دعمهم المستمر والمتواصل معي ومن الابليكيشن الخاص بالمنحة المقدمة من الحكومة القطرية لدراسة ماجستير هندسة الحاسبات لعام 2021. تواصل معي كادر قناة ونحمل كل الألوان بكل شفافية ووضوح وبصورة مباشرة ومستمرة عبر الواتساب لتزويدهم بكافة الأوراق المهمة والمعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة في التقديم على هذه المنحة. تم ملء الابليكيشن الخاص بالمنحة باحترافية ودقة عالية، لذا أدعو جميع الطلبة الراغبين في الحصول على منحة في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الاختصاصات لتكملة دراسة الماجستير والدكتوراه وحتى البكالوريوس بالتواصل مع قناة منح من كل الألوان لما يتمتع به كادر قناة منح من كل الألوان بالاحترافية العالية والمصداقية والموثوقية في التقديم وتسهيل آلية التقديم بالخبرة العالية، مما يسهل ويقرب فرصة الفوز بإحدى المنح المقدمة في جميع أنحاء العالم عبر قناة منح من كل الألوان. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، شماسين يا قرباس يا خير. شكرا لقناة منح من كل الألوان، طبعا قناة عظيمة، قناة تبذل مجهود كبير كبير بتوفير كل المعلومات التي تخص المنح والفرص التدريب في جميع أنحاء العالم للطلاب العرب والذين يريدون ويبحثون عن فرص للتدريب وفرص المنح مجانية. قناة رائعة جدا وأنا من معجبين بها، أنا من موريتانيا، ومشكورين أيضا على المسابقة الأخيرة التي قدموها على القناة، وكنت من بين المختارين وتم التقديم لي مجانا على منحة حمد بن خليفة في دولة قطر. كل ما فعلته أرسلت لهم كل المعلومات وكل الملفات وهم قاموا بالتقديم لي مجانا وبشكل صحيح وبشكل احترافي جدا.